اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقرر تنظيمها خلال فترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر القادم في مدينة جدة. لكن كيف هي التوقعات للأداءات الفنية من الفرق المشاركة في هذه البطولة؟ يجيب على هذا السؤال يوسف أحمد، من كان لاعبا في صفوف أندية العين والوصل الإماراتيين. رؤية نجاح عربي عصري رياضي مزدهر بعد أن شاهدنا الأسماء الكبرى في الدوري السعودي، متوقع بأن تكون النسخة مختلفة كليا من الناحية الفنية الاقتصادية والتكتيكية. نجاح كبير متوقع للسعودية. تواجد الأندية العربية في كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد السعودي والأهلي المصري. الاتحاد السعودي متوقع بأن يظهر بشخصية كبيرة وأداء كبير مع البرتغالي نونو سانتوس. أما الأهلي المصري بطل أفريقيا، فلديه تاريخ كبير ومشرف في كأس العالم للأندية، لن يكون نداً سهلاً وسيكون خصماً قوياً. تدري بأن مدينة جدة قد استضافت خلال السنوات الأخيرة عدداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، منها كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، إلى جانب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.